استاذة سميرة، فين تتبرز العشوائية في التدبير مالية الدار البيضاء؟ هاد الاتجاهية والعشوائية في تدبير مالية جماعة الدار البيضاء تتمثل في غياب واحد استراتيجية هامة لتدبير المالية، خاصة الشق المتعلق بالمداخل. فمثلا المجلس السابق كان يعقد بين الفينة والأخرى واحد اللجنة كتسمى لجنة القيادة لتتبع المداخل، فيها جميع المتدخلين ديال المداخل الجبائية، منها الخزينة الجهوية، المديرية الجهوية ديال الضرائب، مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات، جماعة الدار البيضاء وكازا بريستاسيون، فيها واحد الوحدة لتتبع هذه المالية في الأفق ديال تحسين المداخل. الارتجالية كتمثل في أننا لا المكتب المسير لا يمد المجلس الجماعي ببيان تنفيذ الميزانية. صحيح أن المشرع في القانون التنظيمي ما عطاش الإلزامية للمكتب المسير بهذا، ولكن على الأقل الاطلاع عليه من أجل تتبع جوانب الإخفاق وجوانب النجاح في هذا الإطار. أكثر من ذلك، في سنة بداية 2022 عرض علينا برمجة الفائض التقديري قبل حصر النهائي للميزانية من طرف الخزين الإقليمي ديال الخزينة ديال الدار البيضاء الوسط الشرق اللي هو بمثابة المحاسب العمومي، وهذا ضدا على القانون. ما يمكنش تبرمج واحد الفائض وانت ما حصرتيش الحسابات، والفائض اللي كيكون بين المداخل والنفقات.